السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ يا رب تكونوا بخير. نحكي اليوم عن مادة الأحياء وكيفية الحصول على درجة 100 للطلبة اللي قاعدين هسه فترة المراجعة واللي بداية السادس. مادة الأحياء مادة مطولة، مادة ضخمة، كيفية قراءتها تكون بطريقتين، طريقة فهمية وطريقة حفظية. يعني أنت ما تقدر تدرخها مباشرة إذا أنت ما عندك مقدمات عن الموضوع وفهم. الفهم يساعدك على الحفظ، إذا أنت فهمت الموضوع حفظه يكون أسهل. مثلا عندنا الفصل الأول عن الخلية، الفصل الأول بموضوع الانقسامات. موضوع الانقسامات يحتاج لفهم، بداية الفصل قد يكون حفظ، ما بي فهم إلا بالأشياء البسيطة. أنت لازم تفهم شلون الخلية تحتوي على هيك أشياء وهكذا، بينما من توصل للانقسامات لازم تعرف كيفية الانقسام وكيفية الأطوار. المهم تدمج فهمك بحفظك. والرسومات تقرأ كل موضوع بموضوع، مثلا قرأت اليوم أول موضوع اليوم الخلية النباتية، قرأت تقرأ رسمها. اليوم قرأت مثلا فلان موضوع الميتوكوندريا، تقرأ رسمها. المهم كل شي تقرأ رسمه وياه حتى يترسخ ببالك، تخيل الشرح مع الرسم. هاي الطريقة الأولى. فهمت انت؟ هسقلي ليش انا لازم افهم الانقسامات؟ الانقسامات لازم تفهمها لان تفيدك بالفصل الثالث، وقد يكون بالوراثة الهن تداخلات فيما بينهن بشكل بسيط او معقد، او يعني مهما يكون الها تأثير. فانت لازم تفهم الفصل الاول حتى تتحول للفصل الثالث. هسقلي الفصل الثاني شنو؟ الفصل الثاني هي انسجة الجسم. الفصل الثاني اكثر الفصول ميلان الى شنو؟ الى الحفظ. يعني الفصل الأول بيفهم، الفصل الثالث بيحفظ وفهم، الفصل الرابع بيحفظ وفهم، كلهم بين حتى الأنسجة بيحفظ وفهم بس حفظه أكثر. الفصل الوراثة بيفهم كليا، حتى الدرخيات لازم تفهم الأمراض، تفهم الأشياء بعدين تحفظها. أنت ما دام فهمتها تصورتها ببالك المرض أو أي شيء أو الحالة الطبيعية تصورتها ببالك بعدين تحفظها. احفظها 100%. اكو ملازم مطابقة الكتاب، شوف لك ملزمة مطابقة الكتاب، اقرأ وزاريات لان يجي من الوزاريات. المقارنات شي مهم، المقارنات اقرأ الاجوبة النموذجية اللي بالوزارة، حاول انت تكتب اللي بالاجوبة النموذجية، واذا تقدر تضيف عليها نضيف. مثلا انا اشتغل على ملزمة الاستاذ ماهر نايف وهواي ملازم زينة، بس شرط تكون مطابقة للكتاب 100%. بفترة المراجعة تخلي لها ايام، هسه تقول لي احياء واحياء وخلي لها 13 يوم 14 يوم 15 يوم، اقول لك لا لهنا وبس، لا تخلي الماده ايام اكثر من ايش قد من 10 ايام، لان انت اذا خليت 14 يوم راح تشوف اكو وقت هواي اي ما اقرا اليوم باشر ما اقرا عند 12 يوم، بينما من تخلي 8 ايام 9 ايام 7 ايام معناها انت ضغطت نفسك، لازم تقرأ، راح تتوازه فتقرأ. واضح الفكرة؟ فتحاول تخلص. اذكر انا خليت الاحياء، طبعا انا الاحياء بالصف الرابع كنت مزين بيها، وبالثالث متوسط وبالثاني متوسط كرهها لان حفظية اشوفها، بعدين من قمت افهم واحفظ اتخذها بطريقة فهمية وطريقة حفظية، لا بالخامس اعدادي صرت كل الزين بيها لان اتخذتها بطريقة فهمية، بالسادس كل الزين لان فهم ومن ثم حفظ. انت ما دام تفهم وبعدين تحفظ لا تخاف على نفسك، هاي الخطوة المهمة. اليوم حكيت اني قلت لك هسه مادة الاحياء وضحنا الفصل الاول وضحنا الفصل الثاني، قلت لك ليش تخلي لها ايام قليلة، انا خليت لها 7 ايام، شفت انه 7 ايام احتاجت يوم زودتها يوم، صارت 8 ايام مراجعة اولى ومراجعة ثانية كذلك 7 ايام، لان هي المراجعة الثانية اللي راح تترسخ ببالك لان هي مادة حفظية، فبالمراجعة الثانية لازم تضبطها اكثر من المراجعة الاولى. المراجعة الاولى راح تجمع المعلومات، راح اول اطلاع راح تفهمها، بينما بالمراجعة الثانية انت شلون انت فهمتها وحفظتها وتجي هنا تركزها ببالك وما تنساها. بليلة الامتحان احنا كان عندنا يومين ونص المهم للأحياء، بيومين ونص للأحياء كملتها، قرأت الفصل الأول والثاني والثالث. طبعا ما قرأت مراجعة مركزة، كنت أعتمد لملزمة أستاذ ماهر نايف، قلت لك على أنه هي ملزمة كاملة للكتاب، قرأت على أنه هي الكتاب فتقرأ بيها تضبطها
ملزم أستاذ ماهر أو أي ملزمة أنت عندك أو الكتاب. مثلا وصلت أني صارت الساعة 6 العصر، باكر امتحان عندي، أنا الوراثة ما قاريها لسه، قاريها بس بالمراجعة. اتصلت بواحد من أصدقائي طلع معدل، قلت له أقول لك شلون بيه، قال هاك مراجعة مركز أقراها. صارت الساعة 7 بالليل أنا ما فاتح الوراثة، شلون بيه. قلت أنا بديت على أن أقرأ على الملزمة، إلا أكمل على الملزمة، عوف المراجعة مركز. قرأت الملزمة بشكل كامل، وصلت تقريبا الساعة 12 بالليل، وصلت أتوقع على الطفرات الوراثية، طفرات توقع محذوفة عندكم أو لا السنة، المهم وصلت للطفرات الوراثية. قعدت الصبح بالأربعة كملت من الطفرات للأخير، كملت الكتاب كله. فقلت لكم لا تعتمدون مراجعة مركزة، لا تعتمدون على أي شيء مختصر، أقروا كتابكم كامل، فهموا أولا، حفظوه، أقروا الرسومات سوا، قطوا أيام قلت لكم بالمراجعة الثانية هواي حتى تحفظونها وتفهمونها، بالمراجعة الأولى قطوا أيام، لا تقطون أكثر من حق، قطوها 9 أيام أو 7 أيام حسب اللي يناسبك حسب أنت فهمك. شدوا حيلكم، أقروا بفهم وليس دارخ، فهم ومن بعدها حفظ وليس دارخ مباشرة، واضحة الفكرة؟ شدوا حيلكم، توكل على الله، الله سندكم، وإن شاء الله بخير. نسألكم الدعاء، ما نسألكم الدعاء.